وأنتم في هذه البلاد الطيبة، أرى أن الله عز وجل قد حباكم بخير عظيم، قد حباكم بخير عظيم، فنزل على هذه المحافظة شيخنا الشيخ زائد الوصابي حفظه الله، نزل على هذه المحافظة. والله ما أحب لكم ولا لنفسي أنه يأتي ويخرج وأنتم كما قال ذاك دخل أحمد خرج أحمد، لا غير على أحمد، أحمد هو أحمد. هذه يذكروها أن امرأة تقول عن زوجها هكذا اسمه أحمد، فيثنوا الناس على أحمد وهي تعرف أحمد، تعرفه. التفوا حول هذا الشيخ، التفوا حوله، خذوها نصيحة، نصيحة محب مشفق. يا أهل أبين جميعا أنصحكم تلتفون حوله، حتى من أحور، حتى من أحور أنصحكم تلتفون حوله بما تستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثلا أهل هذا المسجد جزاهم الله خيرا ما يستطيعون المسافة بعيدة، أنا مشيت اليوم بعيدة، مشيت اليوم بعيدة، لكن ما تبعد علينا يوم الخميس أو الجمعة، اختاروا يوم ويسر الله سيارة وامشوا، ما استطعتم في الأسبوع في النصف الشهر تجلسون عند الشيخ وتسمعون منه وتستفتونه وتسمعون كلامه. الرجل عالم، الرجل عالم، خذوها بعلم، ما نقولها شططا، الرجل عالم. لكن مشكلة الناس من زمن قديم إلا من رحم الله إذا قرب منهم العلماء ابتعدوا، إذا قرب منهم العلماء ابتعدوا إلا من رحم الله. قالوا أن عكرمة، عكرمة هذا تلميذ من؟ أمن يجيب؟ تلميذ من؟ تلميذ ابن عباس. هذا عكرمة خرج يحدث الناس ذات يوم ومعه ابنه، ابنه ماسك بيده، قالوا الناس يظنون أن ابن عكرمة هذا بيشرب الحديث شرب، ولذلك إذا رأوا الناس إمام مسجد يسألون ابنه كم تحفظ من؟ تحفظ القرآن، كم تحفظ من القرآن؟ واضح صاحبنا الله من رحم الله الولد شبعان باغر، باغر لقربه من العلم، وهذا خطأ. قالوا كم تحفظ من أنت تحفظ من أحاديث ابن؟ قالوا ابنك يحفظ من أحاديثك؟ قال عكرمة قال الأول أزهد الناس في العالم أهله، أزهد الناس في العالم أهله. الشيخ زائد أنا والله أتمنى أن أجلس عند ركبتيه ربع ساعة، وقد جلسنا معه واستفدنا خيرا لا يعلمه إلا الله. فقيه، فقيه من أين أنا فقيه؟ تسأله يعرف المسألة ويعرف الخلاف فيها ويعرف إشكالة الشافعية والمالكية وجميع المذاهب ويعرف الراجح. نحن مساكين لا تغتروا بنا، ربما تأتي تسألني وما أنا عارف من قال بالمسألة، بس أقول قالوا كذا كذا، لا أنا داري هل هو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة، وما هي أدلة أبي حنيفة وما أدلة الشافعي وما هو الراجح وكيف قال العلماء. أحيانا المسألة فيها 40 وجه، ذكر الشوكاني في نيل الأوطار في مسألة الساعة، في مسألة ما هي الساعة التي في يوم الجمعة التي يستجيب الله بها الدعاء، فذكر أكثر من 40 وجه. أنا ربما طالب علم صغير أحفظ لي وجه وأقول لك هي بعد كذا كذا بعد الظهر بعد الأوقات كثيرة وأفتيك. هذا مثل هذا الشيخ حافظ ل40 الوجه وحافظ لأدلة أصحاب الأقوال هذه كلها ويعطيك الزبدة. فالتفوا حوله ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وانتبهوا من نزغات الشيطان، فالشيطان له نزغات، أحيانا يقول لك اصبر، الحمد لله هو موجود، هو موجود، هذا الشهر يمشي والشهر الثاني كيف موجود؟ كان الناس يقولون الرسول موجود ما عرفوا لو قد مات، أبو بكر موجود ما عرفوا لو قد مات، وأنتم قد يحصل شيء ويركب السيارة بكرة قبل أن يموت، نسأل الله أن يطول عمره، فهي فرصة. انظر إلى كتابه مسك الختام، في الفرائض جمع الجامع في الفرائض، يعتبر أم لعلم الفرائض،
كتابه يعتبر أم. كان بعض المؤلفين يجمع، لكن يجمع الغث والسمين، أما هذا ما يعطيك إلا حديث صحيح، ما يعطيك إلا أثر صحيح، وله كتب أخرى. فاغتنموا الفرصة. وعندكم هكذا الشيخ جبران حفظه الله، التفوا حوله واغتنموا الفرصة، فهو من تلاميذ ذلك الإمام العظيم رحمة الله عليه الوادعي، ومن تلاميذ الإمام الحجوري حفظه الله، وعنده خير عظيم وعلم جم، فلا بد من الالتفاف حول هؤلاء المشائخ وحول هؤلاء العلماء. فالتموا يا أهل هذه المنطقة حول الشيخ جبران، والشيخ جبران ومن معه يلتمون حول الشيخ جبران. هذا طيب؟ إن شاء الله طيب. ونحن كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، فأنا أستفيد منه وأنت تستفيد مني، والله إني أحيانا أستفيد من صغار أبنائي. أبنائي أنا قبله بأربعين سنة، بعضهم في 4 سنين في 5 سنين، أنا قبله بـ40 سنة، ويعطيني بنصيحة جزاه الله خيرا. وأحيانا يستفيد المرء من زوجته، من زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم استفاد في صلح الحديبية وفي تلك المحنة من أم سلمة، قالت خرج يا رسول الله واحلق واذبح، لأنه كان يأمر الصحابة وهم متوقفون لما حصل في قلوبهم. فدخل إلى خيمتها وهو في حالة في غم لا يعلمه إلا الله، يخاف على الصحابة لا يعصون أمره وحاشاهم، لكن يخاف عليهم. قالت يا رسول الله خرج، ادعى الحلاق يحلق رأسك وهديك اذبحه وسترى. عجب، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أحدهم أن يقتل أخاه وهو يحلق له، كاد أن يحلق الشعر مع الجلد، مع الجلد، ألما لما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي نتواصى، وأبشروا بالخير، إذا اجتمعنا جميعا أبشروا بالخير، فتنظم الأمور وينظم الخروج الدعوي، الناس بحاجة إلى أهل السنة، ويحصل لهم خير لا يعلمه إلا الله. والأخ هنا يسأل ويقول، نعم قد قلنا الحمد لله، ويقول الشيخ جبران لا شك أن هذا هو في الحسبان. والشيخ جبران كما ذكرنا، وذكرنا له شيء من هذا الخير، وعلماؤنا ومشائخنا ترى يلوموننا، والله عندما نقول لهم هكذا يلوموننا، لكن نحن نقول هذا من باب التعبد لله عز وجل، ومن باب حث الناس على من؟ على أهل الخير، من باب حث الناس على أهل الخير. حفظكم الله، بارك الله فيكم. انظروا إلى هذا الصرع، هذا صرع عظيم، صح؟ صرع عظيم، إذا لم تعمروا بالعلم ما ينفع هذا البلاط، ما ينفع هذا البلاط والسراميك، ما تنفع، يبقى مسجد للصلاة وكذا. المساجد تريد علم، علم علماء، ويلتفون الناس حول العلماء. والله لا مسجد من خيمة تقام فيه الدروس خير من مسجد له منارة بكذا كذا مليون، وله كذا بكذا كذا مليون ما يقام فيه الدروس. فكيف إذا اجتمع صرح علمي مريح تدخل؟ والله دخلنا بعض المساجد ضاقت أحوالنا، برد يعني حر، تدخل المسجد مبرد، الفراش طيب، تسجد وانت مستريح. بعض المساجد تدخل وتسجد والتراب كذا، هو ما هو تحقير لهذه المساجد، لكن هيئ الله لكم مسجدا وشيخا. الشيخ جبران موجود والمسجد موجود والشيخ زايد بجانبكم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.